قانون محدد أسواق في إكويتي جروب. لينا أهلا بك معنا. أهلا. يعني الكثير من التحركات نشهدها، ولكن أبرزها قوة الدولار الأمريكي. كنا دائما خلال ما بعد فترة يعني الجائحة، ما بعد مارس، كان لدينا هذه العلاقة الشهية للمخاطرة دولار ضعيف. اليوم الشهية لا زالت مفتوحة ولكن دولار قوي. ما الذي حدث لهذه المعادلة؟ بالنسبة للدولار الأمريكي، يعني إذا نتحدث نظرت على المدى الطويل ما زالت بانخفاض، لكن هلأ عم بيحصل على الدولار الأمريكي والتوجه نحو الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة المستثمرين الأجانب عم بيفضلوا أنه يستثمروا، أنه ياخدوا الدولارات مش هالاستثمار في أسواق الأسهم. عم بيحتاجوا الدولارات لهالسبب، عم نشوف الارتفاعات. السبب الثاني الدولار الأمريكي هو تأخير حزبة التحفيز التي يعني عم بيناقشها إدارة جو بايدن، اللي ب 1.9 تريليون دولار. هذا كمان عم بيدعم الدولار نحو الارتفاع. ولا ننسى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، يعني حققت بشهر يناير مكاسب بأكثر من 7%. فكلها أسباب يعني داعمة للدولار الأمريكي على المدى القصير، وعم نشوف هالارتفاعات. لكن على المدى الطويل ما زالت نظرتنا أنه رح يحقق تراجعات بسبب أنه لو تم إقرار حزبة التحفيز، لأنه ما زال هناك يعني تفاؤل كبير بأن يتوصل، خاصة الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار هذه الحزمة. وأيضا أنه لدينا أيضا التضخم اللي عم بيرتفع، يعني المتوقع انه يرتفع، رغم هلا يعني التضخم منخفض لكن متوقع انه يرتفع. ولو ارتفعت التضخم هذا رح يخلي انه حتى لو عوائد سندات عم ترتفع، لكن رح يخلي في انخفاض بالقدره الشرائيه للنقد، وبالتالي رح ياثر على الدولار، رح يضعف الدولار على المدى الطويل. المساله يبدو بانها معقده بعض الشيء. نعم لدينا حزمه منتظره، لا نعلم إذا كان سيكون المبلغ النهائي 1.9 تريليون أم لا، ولكن سيكون هناك حزمة، وبالتالي سنشهد ارتفاع في الدين العام. ولكن من ناحية أخرى لينا، ما نشهده أيضا بيانات اقتصادية أقوى في الولايات المتحدة، لو قرناها تحديدا مع أوروبا، بيانات الـ ADP، وظائف في القطاع الخاص يوم أمس، مؤشرات الـ ISM اليوم، طلبات الإعانة، يعني كلها تظهر هنالك تعافي أسرع ربما في الولايات المتحدة. إذا بدأنا نشهد بالفعل النمو أسرع في الاقتصاد الأمريكي، ألا تعتقد بأن هذا قد يكون عامل أن يغير نظرتك بالنسبة للدولار؟ يعني مثل ما ذكرت، يعني هناك يعني بيانات إيجابية عم نشوفها من قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عم نتلقى بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، وهذا رح نشوف خاصة رح يكون له يعني تأثيرات، يعني سواء على النشاط الاقتصادي وحتى على التضخم. إذا رح نحكي كمان على متوسط الدخل، رح اللي متوسط الدخل بالساعة متعلق بالإنفاق، وهذا بيأثر على التضخم. فهو نظرتنا حول التضخم هو السبب الوحيد اللي عم تخلي إنه الدولار، لكن هو في انتعاش اقتصادي يعني عم نشوفه من خلال البيانات الايجابيه، لكن هذا رح يسبب ارتفاع في التضخم، وارتفاع التضخم مش صالح الدولار الامريكي، صالح السلع الاخرى مثل الذهب. والسلع الاخرى الذهب اليوم من اكبر الخاسرين في الاسواق المالية. نعم اكبر الخاسرين. نعم كيف ترين هذه التراجعات اليوم؟ يعني التراجعات كمان اللي عم نشوفها على اسواق الذهب هي بسبب ايضا اللي عم نشوف ارتفاع عوائد السندات، وارتفاع الدولار الامريكي عم بيلعب الدور الاكبر في انخفاض اسعار الذهب. ولا ننسى انه المضاربه اللي حصلت بالفتره الماضيه بول ستريت باتجاه نحو ايضا كمان نحو الفضة، وهذا أثر كمان على الانخفاض بأسعار الذهب. وأيضا لكن على المدى الطويل زالت نظرتنا كمان أيضا متوقعين أنه يرتفع الذهب، بسبب أنه التضخم اللي متوقعينه يرتفع رح يكون لصالح الذهب، ونتوقع أنه 1800 هو حد فاصل. هلأ لو بقينا فوق يعني فوق ال 1800 رح نرتفع، لكن مع دون هالمستويات رح يكون هناك يعني تراجعات وتذبذبات، لكن الاحتمال فرصة للشراء لمرحلة صاعدة، لأن على المدى الطويل ما زالت نظرتنا على المدى الطويل أنه يحقق ارتفاعات كبيرة، وخاصة حزمة التحفيز لو تم إقرارها سيكون لصالح الذهب، سينصب في مصلحة الذهب نحو الارتفاع. أنتقل معك إلى الاسترليني اليوم. الاسترليني قد يكون اليوم نجم العملات، الأفضل أداء يعني أمام اليورو، أمام الدولار، وحتى باقي العملات الرئيسية. ما الذي قاله البنك المركزي برأيك الذي جعل من الباوند
أن يرتفع بعد أن كان متراجع فعليا في التداولات الصباحية؟ يعني لا تغيير بقرار البنك المركزي من ناحية أسعار الفائدة، وأبقى على 895 من شراء السندات مليار جنيه استرليني، لكن هناك كان مثير للجدل ما قاله البنك إنجلترا المركزي حول أسعار الفائدة السلبية، أنه لا يوجد أي إشارة على أسعار فائدة سلبية على المدى القريب، لكن قال أنه رح يكون يجب على البنوك أن تستعد لأسعار فائدة سلبية، وممكن أنه تحوط في المستقبل مشان أسعار فائدة سلبية. ربما هذا بيعطي أنه هل سيكون هناك خطوة مستقبلية أو خطوة احترازية، أو سيتم تنفيذ أسعار الفائدة السلبية على المدى القريب. لكن أيضا ما ذكره يعني أهم سبب هو أنه هدف التضخم نحو 2% الإبقاء على سياسة النمو والتوظيف، وأيضا قال أنه رح يعود النمو في عام 2021 ما قبل مستويات جائحة الكورونا. يعني هي الأسباب يعني عم خلت إنه الجنيه الإسترليني إنه يرتفع 1.35 وربما يصل إلى مستويات 1.40، لكن بالنسبة لليورو أيضا متوقع إنه يظل الجنيه الإسترليني في ارتفاعات صاعدة. وأيضا لا ننسى إنه كمان يعني البنك المركزي عم بيحكي إنه بسبب سياسة وسرعة التطعيم واللقاحات رح تساعد إنه ينتعش الاقتصاد البريطاني، رغم إنه قال إنه رح يكون انكماش 4% خلال الربع الثاني، وهذا مخالف للتوقعات اللي كان بتوقع بشهر نوفمبر بسبب الإغلاقات. ما كان متوقعين يكون في إغلاقات بكوفيد 19، لكن عم بيتوقعوا أنه كمان تحسن في الربع الرابع من عام 2020، وهذا يعني مثل التوقعات اللي كانوا عم يتوقعوها بنوفمبر، التوقعات السابقة اللي أصدروها في نوفمبر. فبتوقع يعني هل الجنيه يعني فوق حاجز نفسي مهم هو 1.51، وربما سنشهد المزيد من الارتفاع ونصل إلى 1.40. يعني اليوم من لديها عمليات شراء على اليورو يبدو بأنه متخوف. اليوم نشهد كسر لمستويات الدولار 20 سنت لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي. هل ترين كسر لهذا الحاجز قد يهدد المزيد من التراجع لليورو؟ كيف ترين يعني اليوم على المدى القصير على الأقل تحركات اليورو؟ بالنسبة لليورو، هو أولا نحن عم نشوف كيف الدولار عم بيرتفع، وهذا عم بيخلي أنه اليورو عم ينخفض، والإغلاقات الاقتصادية في عدة دول أوروبية، وخاصة إذا استمرت هالإغلاقات ممكن نشوف توجهات من البنك المركزي الأوروبي عم بيسبب ضعف لليورو، خاصة عوائد السندات الأوروبية منخفضة، وخاصة في الدول العظمى مثل ألمانيا. هذا عم بيخلي أنه اليورو على انخفاض. لو ممكن لو بقينا على مستوى 21 أو ما دونه رح نوصل يستمر إلى انخفاض أكثر من ذلك، وقد وربما يتسبب أيضا عملية هبوط نتيجة عملية البيع على المكشوف، ونشوف تراجعات لليورو. لكن الهبوط اللي عم نشوفه على اليورو أو لو هبط اليورو ما رح يعني لا ننسى أنه حقق ارتفاعات اليورو من جائحة كورونا منذ مارس عام 2020، يعني التراجعات ما راح تكون بالشكل الكبير اللي نتوقعه، لكن انخفاضات محدودة على اليورو. ولينا قنوع من إكويتي جروب، شكرا جزيلا.